أول يوم من شهر رمضان المبارك خرج ابن الدكتور تازي عبر الصفحة الرسمية لوالده ونشر رسالة تحت عنوان رسالة الحق، وهذا ما قاله: تمر اليوم الذكرى السنوية الأليمة التي تم فيها سجن والدي الاثنين البارئين مما نسبت إليهما، وعلى امتداد هذه السنة ما فتئت أطلع على تدوينات مضللة تنشر على شبكة الاجتماعية تتعلق بعائلتي، وأربأ بنفسي عن الرد احتراما لقدسية التحقيق. إنها سنة تمر وأنا بمعية أخي مصاب الشبان في مقتبل العمر، نكافح من أجل سيري قدما في المهمة التي أخذها والدي على عاتقه، وهي إنقاذ الأرواح البشرية. إنها سنة تمر ونحن الاثنين وإن كنا نبذل ما أتينا من الجهد حفاظا على مصحة الشفاء قائمة خدمة للصحة في المغرب وحفاظا على قوت 1000 عائلة، إلا أن الأمر صار يتجاوز طاقتنا والانهيار وشيكا، إذ أن لا ممتلكاتنا ولا مال أضحي تحت أيدينا. وإنني إن سمحت لنفسي بكتابة هذه الرسالة فلأنني أريد مشاركة ما يخترج أعماقي وأعماق أفراد عائلتي حسن ومنية ومصعب ومحمد من مشاعر الألم الممض، حيث تعيش هذه العائلة اختبارا عسيرا وقاسيا من العسر والقساوة حتى أضحى يفوق ما اشتررنا من الألم بوفاة أخي. ولا أخفيكم سرا أن حالة الصحية للوالدي الاثنين هي في تظاهر يوما تلو الآخر، ولكم أن تتصوروا حالة أسرة حاملت على امتداد 40 سنة على بناء مستقبلها بكل جد واستحقاق لتجد نفسها في آخر المطاف لقمة سائغة في فم من يكيل لها اتهامات الباطلة. ولكم أيضا أن تتصوروا وضع الثقة رغم مضي أكثر من سنة. وأود هنا أن أدعم تلك الرسالة المرئية التي نشرها أخي الأصغر تأكيدا لبراءتنا التي ستظهر للملاء عما قريب. إن السجن الذي تعرض له والدي يعزى لكونه كان شخصا يحظى بتغطية إعلامية وكان يغامر بالتطرق لمواضع حساسة لا تعنيه في الشيء، والأكيد أن الوضع صار عسير التحمل وطالتنا عقوبة قاسية طرس مارل نشتره منذ ما يفوق سنة. ولكن للأسف يبدو أن الهدف الأخير هو تدميره وتدمير زوجته وأبنائه ومصلحته ومسيرته المهنية كجراح. اسمحوا لي أن أبلغ من أعماق القلب أسفي واعتذاري باسمه قاطعا العهد على نفسي ألا يتحدث مرة أخرى عن مواضيع من هذه القبيل، وأنا مضطر ومجبر للدفاع عن والدي، ذلك رجل استثنائي ذو القلب الكبير كان دائما يسعى إلى أن يمثل بلده وملكه ودينه بكل حب وشرف وحسن نية، ولم يسبق له أن أخلي بقسم الطبيب الذي أداه طوال حياته. من العسى على الفهم أن تقوم شخصية تشكل مرجعا دوليا في مجال تخصصها تحظى بتقدير أرقى الجمعيات الدولية في مجال جراحة التجميل تستطيع أن تعيش عيشا كريما من عملها، والتي أنقذت حياة آلاف أشخاص بفضل علمها وجراحتها التقويمية بالتجارة في البشر سعيا لكسب دريهمات قليلة من دون مجال للشك. الأمر مستحيل. أود أن أؤكد أنه بنهاية التحقيق لم يرد اسم أبي ولو مرة واحدة في ملف الشرطة، كما أن أمي لا علاقة لها بالمطلق مع هذه القضية، وكيف لها أن تكون كذلك بينما كانت تعيش حياة كريمة وكانت قد فقدت للتو فذة كبدها. أؤكد لكم وحال هذه أن قاضي التحقيق على قناعة براءة عائلتي. من المألوم جدا
أن يضع المغرب أحد أكبر جراحه التجميليين الدوليين خلف القضبان مع زوجته وأخيه. الأمر يجعل النجاح بالنسبة مدعة للخوف. إن الضحية الوحيدة في هذه القضية الجنائية ليست سوى عائلتنا. وها أنا أقضي هذا الشهر الفاضل للمرة الثانية واحدا دون عائلتي، ورعب ينتابني أن يحصل لي شيئا ما، رعب في حضوري للمستشفى حيث اشتغل، رعب من مستقبلي ومن مستقبل إخواتي. تطالنا أعين المراقبين كما لو كنا مجرمون خطيرين في أحضان وطن أكن له حبا كبيرا، بلد قررت فيه أن أتمم دراستي لأصبح طبيبا وأعالج إخواني وإخواتي من أبناء هذا الوطن. إنني أدعو الله مخلصا في بداية شهر الغفران أن يبلغ ما نقاسيه من معاناة إلى السدة العليا بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، وأن يتفضل علينا بعاطفه حتى يكفى هذا الكابوس الذي أرخى علينا بظلاله. هو ملاذنا الوحيد بعد الله عز وجل. واستحضر هنا الآية الكريمة التي وردت في خطاب جلالته بمناسبة عيد العرش: فإنا مع العسر يسرا، إنا مع العسر يسرا. والتمس منكم إخواني وإخواتي المغاربة أن تشاطروني ألمي حتى تبلغ معاناتنا صاحب الجلالة نصره الله وأيده، يشملنا بعطفه الكريم. إن كتابة هذه الرسالة هي نابعة من حبي للمغرب ولإخواتي وإخواني أبناء وطني ولملكي. يحدوني أمل كبير في أن يستعد والدي حريتهما وتتوقف هذه المعاناة.